لما قلت لكم في خط تردد او في جمله التردد انا عندي حاجتين، يا مكثف يا تشوبر. هو هنا عمل ايه؟ ادى السيجنال طالعه من اي سي مع شويه مقاومات مظبوطه عشان توصل معانا لايه؟ للترانزستور اللي هيبدا يديني السيجنال الاساسيه، هتبدا تخش عندي على تشوبر رافع يرفع لي تردد على 50 فولت مثلا عشان تخش لي عندي على ترانزستور التقطيع الاساسي. ويقطع لي خط الهاي باور، يعني انا داخل عندي في دي سي ثانيه داخله لي من هنا واخده لي من دي سي. لا ده داخل على الجيت بتاع الترانزستور. فاكره لما قلنا ان انا عندي ترانزستور وعندي تشوبر، الترانزستور الجيت بتاعته بتاخد منين؟ من اي سي. طب من اي سي للترانزستور مفيش حمايه؟ يا اما احط مكثف بالاست، يا اما لو عايز اظبط الدنيا اكتر احط تشوبر عزل. مكثف البلاست حمايه، بس البلاست اصلا بيتحط على الشوبر كده كده. ما هو المفروض، ما هو لو كانت حط هنا بين ده وبين ده ما كانش ضرب ده. مش الشوبر ده بيطلع اي سي؟ اه الشوبر دي سي. لا الشوبر ده بيطلع اي سي. الشوبر فريكوانسيز، اي محول فريكوانسي اي سي بقى ولا فريكوانسيز مش هتفرق. شوف ده داخل على الترانزستور ده دي سي. حلو، دي سي على فين؟ على الكوليكتور. حلو؟ بقطعه ازاي؟ عن طريق سيجنال على البيز. السيجنال دي سواء كان ده بي جي تي يبقى بيز، كان موسفيت جيت، بس ده بي جي تي. ده بي جي تي، ايه بي ان؟ طب ايه الفرق؟ ايه الفرق بين ان انا استخدم بي جي تي وان انا استخدم موسفيت؟ البي جي تي بستخدمه كجهد. لا كجهد، انما الموسفيت كامبير. هنا انا مش عايز امبير عالي، صح؟ فمش محتاج موسفيت. اه عشان كده على البيز هيجي لي تردد، اللي هيقطع الدي سي هيجي لي منين؟ من الاي سي. طب بين الاي سي وبين الترانزستور هاي باور اجيبه منين؟ عن طريق درايفرات. الدرايفرات هتبقى ازاي؟ عن طريق الترانزستور هيخش معايا يكبر التقطيع السيجنال اللي داخله لي 5 فولت صغيره تبقى 12، هتخش عندي على التشوبر. التشوبر ده رافع هياخد من 12 نفس الفريكونسي بس هتبقى اكبر 50 60 عشان تخش عندي هنا تعليق البيز. تاني بقى يا استاذ كامل، اقول خالص كده وانت راجع بقى كامل اول تاني من اول ما الجون الجاي. انا بصور لسه جاي يعني. معلش معلش انا بدخل على البيز اللي هو المتردد علشان هو اصلا روح البيز ده الكنترول بتاعي اللي هو عاجل. انا بشتغل تردد ازاي او بطلع ازاي على التشوبر تردد؟ بدخل خط دي سي على ترانزستور. حلو، يفتح ويقفل من عند البيز. طب مين بقى اللي داخل البيز اصلا بيفتح ويقفل؟ فمش اللي داخل البيز فريكوانسي. هجيب فريكوانسي منين؟ من اي اي سي اي. طيب ما